رشيدي نور تحية. عجل ناقشين في الوانزا إيران غادي هندي ناقشين في الوانزا عليك تسابو وين هذه الواد تاع الريح الضخمه معك تسابو لونسيان ديالو ناقشين اذا غادي ها دوز دوز يا صاحبي يا اخي طوخ طوخ صافي القاع تاع الرشل حقا ربي الا خص غادي يصحى غا الرشل. السلام عليكم يا ايتما سويتما المضفان غي عز النبدة خل الموقع الالكتروني عرفينو نتقاداو ما تشنايا وم مش تزريم دي العنوان ايش الحالة الوفاة ذانيتا الحالة الوفاة المعطيات لحد الان مجهولة حد ويسين لحد الان ذانيتا ولاد ميمون وبالضبط مش توارم الزاتي مش جيد بلال الزاتي مجيد بلال غولاد ميمون غال مسيرة ذكو بريد قطوارة مبريد ذوانيتا الحضور مرة رجال الأمن قحضاند رجال الأمن بكل أصنافهم حضاند الحضور كذلك رجال السلطة شخص قائد الملحقة الثانية مشتوارة مجن التجمهور يمغى إوذان التجمهور يمغى وني موثن اي ايثما سويثما مضفان نغذي الموقع نغنى عرفينو وني موثن قوم ديال دي الطونوبينا سيارة باللون الاحمر من نوع رونو مرقمة قتواري من دايس والانسان ني موثن مسكين اقديني غداخر اقديت غداخر الطوموبيل احتراما الجثة وزما خشا القاربة احتراما الجثة وزما خشا ذوم تشنغ احتراما كنيو وانت سينبو ما يموت لانه تغذيني الاشاعة نغذر قنوة وار انه يموت غاص ناس غاص ناس وجينت ذي التونوبين وزبلع التونوبين ودي اكتشفن حسب منان ياش ما ثنغ ذنيتا المعطيات يسريق المعطيات يستقسيق انه بوثة دعثة بوثة دعثة ذوانيتا اي خس يبلغن اواني لم يشم الريح يشم الريحف كنيو تسنم باللي ثفوشت تسنم بانه امشينا قي عرى مش تورام يعرى وبالتالي كثا ذي ثفوشت و ذانيتا جناري حقا بدغز ذانيتا استشمانت و الريحف ومتيني غنيشان وزما لا تطاق الريحف سوطس المعطيات كذلك إقان دانيتا حسب من قان إوذان دانيتا أنه الجثية تحللت الجثية تحللت وذرق يا الريحف وقان حسب الإخوان أنه ذيني ترتيام أو يزيد نغ الله علم مهم قد سلم النيف شيء على الريحف بالغنخاس حضان كل شيء نتشكى زي المناسبة يا الرئيس من الشرطة القضائية كمال في النيل ميسن تماث ميسن النظار يتو غذانيتا ذي الصفوف الأمامية مغا يتلقى الخبر نتشكر كذلك الشرطة شخص العامد الإقليمي ذي الإخوان مرة يتنتمن غسلك للأمن نتشكى كذلك السلطات ذي الشخص القايد ذي حضان ولكن المشكل مغار هو انه 32 مش تريغ يسمى سيسمى 32 مازال عاد والتحضار الوقايه المدنيه ونتاج الاستهتار مغار زي الجهاز جهاز الوقايه المدنيه والسانيتان تخطب مباشره ونحب تدخل عامل اقليم صاحب الجلاله بصفته الممثل الاول على الاقليم باش يدخل على الخط لانه من غير المسموح واحتراما للجثث واحتراما للعائلات ديال الجثث
راه حشومه وعيب وعار كتوقع لينا للمره الثانيه. راه المره الاولى وقعت في الجثه ديال اتلايون، تعطلوا ما يزيد على جوج سوايع ونص، ودابا راه جوج سوايع. راه عيب وعار انه يحضر رئيس، يحضر رئيس ديال الشرطه القضائيه، ويحضروا الناس ديال الامن كاملين، ويحضر القائد المقاطعه الثانيه، ويحضروا اعوان السلطه، ويحضر الشعب، ويحضر بنادم جاي ما نعرف من الطرف ديال الدنيا، وما يحضرش الوقايه المدنيه. الى عندكم واحد الطوموبيله الله يهديكم والله يخليكم، حاولوا تكونوا مسؤولين. ومن هذا المنبر كنوجه النداء ونعاود نقول الريحه بزاف، الريحه بزاف خويا محمد. الا جيتي من وجده غتوصل دغيا. خويا الياس ممكن تضيف شي حاجه؟ الوقايه الا جات من وجده يعني من قبيله جوج سوايع توصل. لو كان وصلات. ودابا المشكله نقولوا، انا غنقول واحد الرساله وغنقولها من هذا المنبر. نقول الوقايه المدنيه راكم كتسبوا في انتشار او في خلق بؤره ديال كورونا في حي ولاد ميمون. لانه لو كان جيتوا في الوقت، ولو كان كنتو مسؤولين، ولو كان كنتو قد المسؤوليه الوطنيه اولا انكم تحضروا وتخليوا الناس انهم يمشيوا لديورهم، دابا راه ممكن توقع واحد الكارثه ديال بؤره ديال الكورونا. الرجال ديال الامن مشكورين، راه كيفرقوا الناس، ولكن راه انتم عارفين بانه الحدث كبير، راه جبروا جثه وراها مازال هنا وتقريبا جوج سوايع. عيط الكوفيد 19 باش يجي غادي دير سميتو هنا دي خصهم لي تيست صراحه. الله اعلم قدر الله. وكنشوفوا بكل صراحه لا اله الا الله محمد رسول الله، خصنا نكونوا شويه موضوعيين الاخوان، كفى من الاستهتار بالمسؤوليات. صافي حتى الاسعاف حضر، كلشي كل حضر، جميع السلطات الا هي، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوفوا الاخوان، راه الاخوان كلهم كيستناو، وحنا كنعرفوا لا سوليداريتي اللي كاينه بين الشعب، كنشوفوا الناس بانه عندهم حرقه، كل واحد متضامن مع اخوه. راه جثه، كنتحدثوا على جثه، قذاني تا بنادم يموت، بنادم يموت. ونيغهم بذي التفاصيل بانه قبض غدايا على الريح، على الريح هو يبلغن خلجوثه، يبلغ خاس، يبلغن خاس قومي يوذانا مشكورين، يوذانا يزدغن لذا الدعثة وعني رميش من على الريح. وشين قانت سوا نسيو التبرة النغ، نسيو التبرة النغ، وربدا ميش قاغنش عماسة تقاخي جنحاش تقانس المصلحة تنديتينو وتينيغ اذينيغ الحق وذو جغ الرسالة يتواريق. ولكن نبدا نقرا السريع قر تفضل. والملاحظ انه راه كاين الناس ما دايراش الكمامة الاخوان، اذا شكون غيتحمل المسؤولية؟ انا كنحمل المسؤولية للوقاية المدنية اولا، كنحمل المسؤولية للوقاية المدنية اللي دائما كتستهتر. وثمانية أزيد زي ألف واحد إذا نيتا، ومش نيغ أنه حضان الشرطة القضائية كمال فني، سي كمال فني اللي حضاد الرئيس حضاد دانيتا رجال السلطة مارة حضاد، حتى كوميسير سنترالي حضاد مارة حضانت حضاند يوذان وسيند قابوز وسيند دانيتا، ومازال على الوقاية المدنية قاعد والتوسي فضيحة دانيتا. إذا مش نيغ يا إثما سو إثما، الأنباء مش قانت مش ثورني وذان دانيتا الأول تغادي نجم وريقة بأنه قغاص النص، قغاص النص الإنسانة، وأو ناس يعني رمين سقسا دانيتا وذان زرينت من الأوائل ذني زرين إناش بأنه وذي نبو الأثار الدماء وذي نبو إذا من عاد ونستين والو ويستناين إناش سيدي ونيتا زي الفراشة أول سريخ دانيتا ذي الشارع، إذا إن جزير فراشة وكان يعاني من أمراض مزمنة، يعني ذي السكر ذي الله أعلم، ممكن أنه الفرضية أن الموت العادي يموت مسكين ذي الطونوبيل نيغتو ساز دلاكريز ممكن.
يعني ثاني تا من الفرضيات المرجحة أنه ثوثاس دلاكريز يموت والله أعلم. ماني أمشان ماني أمشان قنيغوم الزاثيم جيد بلال ذي الوحي ولاد ميمون الزاثي الإعدادية المسيرة الزاثي هاقد ديباناجي الزادي الوقاية المدنية هاقد ديباناجي نتيجة آخر واحد يخصي دغيا سنق شي الزارز ديال الوقاية المدنية سمي وذانا سين ما يزدقاني وذانا إني شنو هو ورا السيرة سيدي إني شنو هو ورا إني نستنكر مانا يا استنكر أنا نخد كيتو كان نخد حي ولاد ميمون ماش تسنك 30 يوم نفس تقريبا نفس معالم الجريمة لحد الساعة نشتي نعرفوا نسي الجريمة نياعدون من داس يوقع لأنه مثلا نفس الطريقة أنهم أزياد زي تقيمة يا بعيم زقوم يتوفى الحية بعدات غيعرف إيش تنين موثن يخسى تقتش من توما عافك الله يرحم الوالدي روح قتش من نهارا تولى نفس تقريبا نفس معالم الجريمة وإذا ما نستمتع أنا وأنت في الأمن يحظى السلطة تحظى جميع المقاسم أجهزة أحضان إلا الوقاية المدنية والجريمة أزياد زي هنا تسعة ذين تزقوم يتوقع الوقاية المدنية اللي أتسعة من شتوالا آخر وقت ديبانوش قيوز يعني عاد ودوسين وما كان نحسن انا الوقايه المدنيه ضغى المطار سال ولاد من خمسه مينور وني ذا والو هذا الله اعلم ما تصل ما قيم قتقن القهوه 100% لا اله الا الله تيخصاس نقميش تواس نتقدي فوربو بيبو بيبو دواني تا تنقم شنو هو ورد الثاني لا الياس النار لا تعليق لا تعليق لا اله الا الله لا اله الا الله اذا نقوم ما مشت ورا ما يثما من قلبي الحدث ومن قلبي ولاد ميمون ننقل لكم الصوره بالصوت والصورة مشت ورم كل شيء حضاد استنكارني وذان وسكاريت سي رشيد بأنه أمشي أنا تغي يعرف حي ولاد ميمون وبالضبط حي إذار غارن أقوم القارب السنيتا أو لطيف على ريحة الطاس على ريحة الطاس إيه أقوم متواري غرخو أوف من تواريغ الخوية ما سويتما بأنه غاس ذي التونوبين ذي ثواث النيفة ثفوسشت غاس ذي النيع مش أسغاني نيع في شاش شوثين نيع إذي تقن حوايج يعني الأواني المنزلية البلاستيكية المنزلية يعني ونيتا يمكن زي الفراشة النيز نوزان الأواني البلاستيكية المنزلية أمني ياك يمكن أمني تواريغ غاس ذي النيع من يخدم؟ يخدم ماضي رقم مش ذي تقاني يثما تسمى توران يخدم ماضي الإنسان الخوي خسان خزار الشرطة القضائية من غثيني ذي البحث الناس من غث قخ من غث قمارة السيرفيس الناس خدني غنتعرف على أسباب الوفاة ونتمنى إن شاء الله تيري وفاة عادية لأنه نحر بكل معنى الكلمة شباب النغت سنمثان شباب النغ مارة ضياعا شباب النغت ما لا اله الا الله واخذ وني خات سي ورخات قر خويا كرا زوانيتا ماني هجا ما عالية شوف هذا الكوخ تنهم هاني الجماعة عالية روح اش ما انت عالية يخص لابد حضاني هنا يخص لابد حضان ذي البروتوكول يخص لابد حضان الله تفي دقنا على ريحتي ثم ذي النيني وثقر عيدور يا الله العظيم على ريحة فوارتي الله يرحمه ويوسع عليه هي غانيني إذا المكان بالضبط مشت ورا مقنغة مسجد بلال
غمجيد بلال معروف توارمث ذي ولاد ميمون، وبالتالي هي مشان بالضبط. انا يزه وفيني الجني مود ديال الطوموبيل لا السين الله اعلم والله الله اعلم. ها وا السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله. اه اذا نهضر شويه بالعربيه باش الاخوان يفهموا. مجموعه مع مجموعه من الاخوان كيهضروا باللسان العربيه. اخواني اخواتي كنتواجدوا الان بالضبط في حي اولاد ميمون بالقرب من مسجد بلال. حاله وفاه وجثه راها في لحد الساعه ولحد اللحظه راها في, 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 في السياره، سياره من نوع رونو باللون الاحمر. تجمهر كبير ديال الساكنه حسب اللي وصلنا والمعلومات اللي استقينا هنا انه الامر كيف ما كتشوفوا راك الامن كيفرق الناس على اساس انهم يلتزموا بالتدابير ديال الاجراءات الاحترازيه يبعدوا. راه لحد الان كنشوفوا لان التجمهر بزاف كيف ما قلت انه الامر متعلق بجثه كاينه في الطوموبيله لحد الساعه. دابا تقريبا جوج السوايع والوقايه المدنيه لم تحضر بعد، مازال ما وصلتش. حضروا الاجهزه الامنيه، حضرت رجال السلطه، رئيس الشرطه الاداريه، كل شيء حضر، الديباناج حضر، كل شيء. والامر يتعلق بهذه السياره وفيها جثه ديال واحد السيد قالوا بانه راه كيخدم كيبيع الخضار وكيبيع العنب، يعني كيبيع يزنو زياضير. ذا فراش زي الفراشه. مازال وطي وذا وفا. مازال وطي وذا قوى السمايس تقواقع ثانيته. مازال ما وصلتش. شويه. وقي. حتى الغدا ان شاء الله. اذا من شتوالم توالم البوليس قانصني خصها تقيم الكمامات يوذان وانايا عادي. انا لله وانا اليه راجعون. والاشاره يثما سويثما باش تفكني الساس غدي الصوره اكثر فاكثر مني توقع عندي النظر خصوصا غار يثما ثنغ تبعنا نغداني تا في مغارين يا ريزن غدا خري يثما النغني غبار يثما النغ خاصا بانه مؤخرا يعني كان وقعوا جوج يعني واحد كانت وقعت واحد الحادثه بحال هذه جوج ديال الناس لقوهم ميتين في الشقة. بالإضافة أنه البارح كذلك في حي إم سي فن أو مول البارح في إم سي فن وبالضبط في براقة هنا لتحت شوية حالة انتحار كذلك حتى جبروا أنه بنادم يعني ميت. إذا الحالات تتكرر، الموت البغتة كيتكرر. كنقولوا من هذا المنبر كنصح جميع الأبناء ديال الناظور، جميع الاخوان ديالي، جميع الثاونير سنت مازيخت قاسم، مزيدا من الصبر اخواني اخواتي، مزيدا من الاتعاظ، مزيدا من العوده الى الله عز وجل. الانسان الذي دور غسيد ربي شويت غادي يسرح شويت يخفن ساك سيد ربي، دورتي وغسيد ربي ندور مار غسيد ربي، سيد ربي خان غي سبع هذ البلايا. اكيد بانه الحياه الزيه، اكيد كوري الجن الزين غي تعيش الضيق، اكيد كوري الجن الزين غي تعيش رغبا، أكيد بأنه الأمور تدور غير السهرة الطاس، أكيد كل شيء مبهدر يعني نقارس الحياة الاقتصادية تبهدر، أكيد باللعن خانغ فرونتيرا، أكيد باللعن خانغ سوبر مارشي، أكيد يعني وذان تقسان تما عزون خلق مات العيش، أكيد بأنه ويقيم شاف سرعة تزايار، أكيد ويقيم بود تهريب ذي النظر، من هي منايا ذي الصالح انت نديت النظر مستقبلا خصها تقم ذي العقر بانه كوانتيد مشاريع تسبحانين. وبالتالي وجب انه الصبر يخصها نصبع شويتين اذا مغيني
انصبات شويه ونتحسي بوغ الاعداء للوطن ونتحسي بوغ الاعداء الفتنه ونتحسي بوغ يوذان ينشان الفتنه ينشان ينشان مغال افكار سلبيه للمواطن الناظوري ونتحسي بوغ يوذان ينشان مغال الفيروس انه باش هذه يسحق ميسنا النظار باش اثيج نغميسنا الريف بالجمله نشي نعزو نعزو خيش حاجت نعزو ونعيش غير امان نعزو جي الشباب النغادرين مليح واخا قلت الشيء واخا قلت الشيء اقسم بالله الا واخا قلت الشيء يا يثمه واخا قلت الشيء اخصن صبار هي اللي غيني وفي انتظار ربدا انتراجا ايش نحاجة قناة الوقاية المدنية مازال عاد والتحضار ها قتخذ قواد مالات تتخذ قواد توري قواد توري شانطونو بينات كوانتيد والسينغ سيمي الله يرحمه ويسع عليه أقوم حضان أقوم أقوم في خصك يسنغنش أقوم تقاد حضان وأخيرا حضروا أقوم وأخيرا حضان وأخيرا واني 32 دوزيان يخني تسال الوقاية المدنية وأخيرا حضان تبع ما كيدير روح قتاش ما انت يا صاحبي قتاش ما الله يرحم الوالدين روح قتاش ما امين ان شاء الله روح قتاش ما ها غيمشيو هادو ماشي هادو اللي غادي علاش السياره هذيك اللي تبع العريان اللي كان اكسجين هي اللي كتهز هذه ماشي من حقها تهز ماشي من حقها حاديوها غيمشي يجيبوا الماسك والماتيريال هكذا داروا ديك النهار هكذا داروا ساعه ونص عاوتاني كيجيو كيدوخوا علاش ما كانوش في خبارهم انهم ما تعطاتش لانفورماسيون كيما الفوق لا حول ولا قوه الا بالله انا نهز منه التصريح خويا السلام عليكم غتهزوه دابا غتهزوه دابا ما غاديش غتجي شي طوموبيل اخرى داكو داكو اذا نهني هذا نهني هما اللي غيشوفوه الاول عاد هزوا هذيك لا ولكن هما غادي يعقموه يمكن هما غيعقموه شوفوش هزين معاه في الزمان هما غيعقموه يعني هما جاوا غيجيبوا غير هاد الساشي لك غيمشيو صافي غيجيو هادوك صحاب الاكسجين لا غيهزوا قال لك غيهزوه ديريكت هادوك واحد هنا في كندي بريسي لا ولكن خصنا الاكسجين باش يكن يخص وين هني شني ضروري I'm sweating.
تبعك هو من صباح شوي تيار ريحت هذا اللي عشوي تخوان زا طيب اضرخ سيها باش هذا وتكسيغ بالي يدير ها وتكسيغ بالي يدير ايشان شوف هذا راه كيصور وما دايرش كمامة ما دايرش كمامة ما داير والو زيد الشريف الشريف حيد منا واخا كاش منع انا عقلنا عليه واخا واخا ساكن هنايا واخا غدا دابا كنروح صافي جيب لك انا ولا كتقرب لنا حنا كنكونوا في السبيطارات كنكونوا في لاحظه كاين المدنيه الى لله وانا اليه راجعون جيبوا القضية قال القضية أنه أنت ويقيت أشمان تيما ران شهر شخص كورونا أنت ذي كورونا إما ري عداية مين يعني أنت إما ران من عند البوليس قد يوث أخصاث وها إذا نصور تقيد الأمن أخي تصورني وتصورنكي وهان ولكن وتسري ما الوقت صور شاء ودرت فوق اللي رهموها
كيبدا زهر مسود مرة 18 لقيت واحد مزال اقشم اقشم قلت لك في فيديو الله والدي بص سمعني هشام كان نيل في هشام هو الله يرضي عليك وانت سين شاية كما ديني مجموعة من الروايات ديني الرواية قابي انه يموت امني وها طويح ضاد داني تال قداني تال الشرطة العلمية مش توارام داني تال كورشي لا تصابون تلاو على مرخون شين وثنسين ونيتا ونيتا زيل مش قاعدة نيتا يوذان نيتا زيل فراشة ومش غزات يعني مرات ولا ما كيديا غزات ديني في بانيوثين ماشي في بانيوثين في شاشوثين من بلاستيك ورمي التصني وذان دي انت قاني بانه يزنو زر خوضات ويزنو زا افير يعني التص قاني يزنو زا افير رخو التص نين بانه قد تغيهرش تغذي السكوى وبالتالي ذي مجموعة من الفرضيات ممكن انه ذيري الموت الموت عادية ممكن ذيري الموت الموت عادية فهمم وممكن ذيري شنحاش لا قدر الله الاساس هو انه تونو بينا حتى انا سميت بنت الداثه الزاتس انه ثلاث ايام وتحرك ثلاث ايام وتحرك ويذرقها الريح يعني الجثه نس تحللت روح الله ينال الو جيروري صبر خلاص ما نحكم صبر ونسين الاخوانين والاعزاء المتتبعين نغ ونسين يعني باش هذيك الشغل معلومة الله أعلم في انتظار تحقيق من الشرطة العلمية نهني غينين يعني الأسباب لوفاة الناس نش رصدغاهم يعني الشهادات إذا نيتان الشريع الأول يعني تو منتشر عبر المواقع التواصل الاجتماعي بأنه الأمر متعلق بحالة أو قتل يعني ذم زوات وقان بأنه قغاص ناس وبالتالي الفرضية أني غلط ذني وذن بانه قذني تيموت يعني على ريحه النس مش دقيق يعني على ريحه النس خصوصا الخوت سنم بانه رحمو رحمو اذا طسن تفوش طنوبين تقذينت وبالتالي على ريحه فهم ونشي من كيس غنتاه ذني تا قاغون تا يتما هو سنيني الله يرحمو هنيني الله يرحمه ويسع عليه الله يرحمه الله يرحمه أين كانت الأسباب أسنيني يا حمصي دار بالعالمين وإنا لله وإنا إليه راجعون النفس تقسح النفس تقسح نسأل الله عز وجل أن يلهم ذويه الصبر والسلوان وأن يرحم جميع موتى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها إخواني أخواتي. بوركي ليس على الريح وبالتالي خصنا هذا الزرق أوكسجيني ضروري. ومازال عاد قطرة جانتن والسين غمن ميد غياسن دواني تال الإشكال مقران وإكرام الميت دفنوه إقان بين صلى الله عليه وسلم إكرام الميت دفنه إكرام الميت دفنه والروح عزيزة عن سيدي ربي اللهم آميني وذني تسباني وذني قاني ورني عفانا
خلني اختار جينا كيجن كيجن المباشرين نيغ بانه ولا عفان وتجيبو زي الخصال نيجن دمي سنت مازيخت مي سنت ريفشت اها مازيغ الناظ يحط طير السنس يسن من يصفوق يسن من يقا يسن واكثر يا يتقل مراقبا صلى ربي العالمين قبري غيق مراقبا نبنادم ذوانيتا وما روى تغابو النفس جارنا مانت الغرض الريح فالريح السيناجيم يعني الريح فهم تحللت جثته اكرمكم الله ورحمه الله يعني الريح في الناس داني تذيد شا رخو يعني تقارب الغاس غطمو بيني الريح في ويرتي الريح في الطاس داكشي اللي كنحاول ندير اخويا الحبيب كنحاول انني نوصل الرساله بالعربيه وفي نفس الوقت بالريفيه باش الاخوان الزوار ديالنا الاعزاء دائما يفهموا الريحف العفو إخواني أخواتي العفو والعفو نبدا نتمنى من الله عز وجل يعني باش نقولوها واضحين وسمحوا لي أنني نرد الكاميرا شوية لعندي باش نكونوا واضحين كاين تجمهور كاين بزاف ديال الناس وفي إطار يعني في إطار دائما كنحاربوا شي حاجه سميتها التجمعات وكنطالبوا شي حاجه سميتها التباعد الاجتماعي وهذا الشيء راه جا على لسان جميع سواء الوزاره الداخليه ووزاره الصحه كتوصي به وجميع الاجهزه كتوصي وبالتالي كيف يعقل اخواني اخواتي انه التجمهور اكثر من 1000 واحد كاين والسبب ديالو هو الوقايه المدنيه وبالتالي وجب انه كل واحد يتحمل المسؤوليه وفي حاله ما انه بانت شي بؤره بان شي واحد مصاب بكورونا لا قدر الله في هذا التجمع هذا وفي هذا يكونوا انا كنحمل المسؤوليه صالح العباره للوقايه المدنيه جوج سوايع ونص مازال ما وصلتش راه هذا عيب وعار عيب وعار يعني بكل ما تحمل الكلمه من معناه عيب وعار عيب وعار عيب وعار راه الانسان مات لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم نجي والله ديني وذان ديني وذان شي اشكال باك حمزه لا موت هذا الله يصلح كاع الله العافيه امين ما نسي ورد وني انت يا ويو انسي ورد عرفت العربية هي لغة النبي صلى الله عليه وسلم أن سيور ثمازيغ توذير السنغ أن سيور ثان فرانسيس تكيه ثماثنغ هي أو كان بخبلم صاحبي أن سيور ثاليمان تيسكيبت كان بخبلم
الانسان مازيغ يستور كورير السمايم من السنين الانتقاد يفاع غنواها ما يمي يا صاحبي ما يمي كوري الجنسي ولا كيستير السنس واني ومي فهمش ان حاج دوني انت لا خص ما تكونش يعني خص شوف خير باش نديرو بين قوسين وها لانه ماشي البيت القصيد بين قوسين خير من وطأت رجلاه على هذه الأرض خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله بلسان عربي فصيح بليغ والعربية لغة القرآن رغم ذلك تمازيغت ذي ذم النخ تمازيغت دير السنخ والله عز وجل فوق سبع سماوات يفهم جميع اللغات ويجيب جميع اللغات ويحب جميع اللغات ولغة أهل الجنة هي العربية ولكن دير السنخ مازيغ مازيغ تعصب ما يمي الجهل ما يمي اتصل المتعصبين خويا الياس ذواني تاع المشكل خويا البلديه البلديه حتى البلديه عاود حتى البلديه ترجان ترجان ديفاق 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 قناص يمكن ديفاق هذا هذا ديفاق لا اله الا الله محمد رسول الله يمكن ديفاق لا اه ولا اله الا الله يا حمار ربي ولكن من توري راجي يكيندا ميري ميت ترجان ديفاق والله ما سنغ ماني سنتا ولكن هي ثما نشمي سريغ ذاني تا وانا واني تا يخدم ذا فراش يزنو زار خضاط يزنو زايا ضير اها باش تسنم وذي الطوموبيل غاصدين في شوت جشدين بلاستيك يدي سلوسة ناظير والانسان نينا شني الاخوان داني تا سننت وسننت اناش مسكين ذمو قريل وها نصحف ويهرش مسكين توا يهرش وبالتالي ممكن الفرضية انه ما يموت امني وها من غينت الله اعلم ونشينا النجا ولا نشينا نستنى المعلومه زي الافواه الناس ذواني تخص غدا ومينا اه غنقرب الاخوان ملاحظه مزيانه ملاحظه مزيانه للناس اللي طالبوني باللوحه ديال الطوموبيله راه ممكن يتعرفوا عليه حتى العائله ديالو اللوحه هي هذه 50017995 وهي باللون الاحمر ومن نوع رونو مرا العائله الناس نيف بارطاجا ما يسمى بودار خاص تعرفن العائلة الناس ني غادا سن العائلة الناس الإخوان يسقسن يعني ذواني تا وثاني تا اقتراح جميل جدا زي زوار نق وذاني كين غي تفكان باش تفا نصيو التابرات بمعنى الكلمة ونصيو تما الميساج الميساج تا في ينفع تا فني غنعجينا نتقبل أمة النصيحة نشين جارا نق مرت ولم أنه ماذا مراد ذاني تا السوار غزي المنبر
توالم بانه اقصر نغذي نيشان حاجت وتسكوي ضغبو نيشان ني غاري شان حاجت وتجيبو نيشان تمني غزقايف ما ذي نبهن ذي نهمين ديني ذي الخاص فيسينو يعني باين ذي سيسمينوس فرانسيس وبالتالي الانسان شي نبه هذا شي نهمين ديني هامين ديني باش انا حغزاثا معاونك ويا ويا اني خص غادي نيف يا وراه استاذ ينو مانش تجي مش لاباس حول طيبة اش يحفظ ربي مانش تجي سخنش شكاك الله يكرمك يخص انا عيح شوية راغي انا خزها من غاني كذين توري وا توري غا حتى انا نسن مين يوقع عندي لا وا خو المؤسسة المؤسسة ايوا قتلني احسن قيم الله حم والدي اش دراغي اش يحفظ ربي صافي اش دراغي هنا انو غنكيزنا ايوا نلقى في الناظور شكون عنده الحق منايا ديريكت الله يصحى هذا ثلاثان تسعاثين اخويا محمد راشيدي اه ثلاثان تسعاثين والكارثة العظمى ثلاثان تسعاثين او يا الريح ثومين وذين الله يحفظك ام زينب شكرا اختي الوقاية المدنية نورمال مو وقت ذي أقدني تغل ما تروه يعني مرادو مريوز دمش أسقان مريوز ديش فا قد يوض إيش فا قد يوض غول أدمين قد يسيش فا نغد تسحنا تيحما بسنين يتسنت يعني هذا سنت قوان تخيفاس سن أضوضنت اللهم آمين لا يسعنا إلا أن نقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياه بالماء والثلج والبرد اللهم ابدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله واجعله إن شاء الله من أهل الجنة واعف عنه واصفح يا رب العالمين إني غنيني نشينا ياس غنيني والله يرحمه الله يرحمه في انتظار أن يأتي رجال الوقاية المدنية بالأكسجين
إذا تبعثك إذا يثما وقولوا آمين. هيا إذا هم غيني. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم لا تحرمنا أجره، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله. اللهم إنا نسألك أن تعطي الصبر لذويه. يا رب بس تكشن الصباري فاميليا نس وخوث نسي. والله إلا يقصح حيث ما ينعز، والله إلا يقصح، والله إلا يقصح منايا. وميش النيغي يثما سويثما لابد زي الشباب النغي عزن، الشباب النغي عزن لابد أني لي شويت إيجابيين دي التفكير النغ، ونحاول أخا نغنس بعد السلبية، ونحاول نتروج شاور باللي ويقيم شا ويقيم شا ويقيم شا إكثاوة ورا ويقيم شا ويقيم شا، وني غد السيور دي قارش وذا شا ذي النظر وجمين دي غد غذي النظر. الله ينعل بوجدنا النظر، الله ينعل بوجدنا الريف شات وريد فهمت، وذا شا وذا شا انو شي جن الصوره سلبيه ثم غار من جايه ثم ثنغ ذن يوظن يوظن غيج الحاله نليا تقصح الطاس، ذن يوظن يوظن غيج الحاله نفسيه تقصح سوا الطاس، ذن يوظن سمحن قفنسن سمحن دي ثاوه وينسن سمحن دي الاهل نسن، ذن يوظن يوظ الزيسن الدرجة انه اظن طحن ومنيقا نظريف نظري وذن انطحن اخرها فايد النار. فايض نضي كبار رقن الشاب غاس 28 او 29 سنة ايش ديخ في الناس غصبنا ان ضاد يخ في الناس زيد زق ايش مسكين يموت يدو قزاسي وخسماع يدو قزاسي يري يموت ايش حاشت النغني يموت نيوذان داني تز ذا زاذي ومشينا بعد ذا قضاء غرن اثنين لنفس السيناريو، لنفس السيناريو، في نفس السيناريو الإخواني أخواتي، في نفس السيناريو ديال الموت ديال البغتة، الموت ديال شنو غنقول، الموت الفجأة، الموت الضيق الحال، موت نيوذان، اللي كنا كنعرفوهم يعني ماتوا الناس واختاروا يا إما ركوب الأمواج والموت في البحر، أو كذلك الموت بالإنتحار، وكنيو زريمة كيدي بأنه ذني يوض اليأس زير بعض نيثمان نغ كاينين طلبة نعرفوهم طلبة جامعيون جوج أنا كنعرف من القرية وفي غضون شهرين هاد الشيء راه وقع في غضون شهرين طالب جامعي في سلك التمريض كيقرا التمريض
وفي السنة الثانية ديالو اختار يختار الموت واختار الانتحار. طالب آخر كذلك زقرية أركمان اختار الموت عن طريق الانتحار. طالب النغني ذي ميضار وتغذي الحركة الثقافية الأمازيغية وتويقى ذانيتا ذي الجامعة مقاذق الدور ذانيتا ذي كلية المتعددة التخصصات اختار الانتحار. التصنيع مثلا غنت ورث ذي الجرائد نهار الريف زي عريف النغ شباب المشكلة شباب فهمم شباب وغاس النظام غاس وغاس نيح جان يختاروا الانتحار. ما يما يشما ما يما ما يما ما يما واني تايت قيت يجن حاجة قانس البعد خسي ضابي البعد سيلياقين زي سي ضابي البعد بأنه الطريق المستقيم من سي ضابي اليقين بأنه الأرزاق بيد الله الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بأنه ربي عز وجل وشيك سيعيني النفس رحمت الشير فرانكن قارو يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها إخصغان غيري شويت تسنتي التسعاثين الشيطان يتزد بنادم أنه يتعيش جن الضيق يتعيش جن نغبن وما رد يقضغان غذي المغرب كانت عيش رغبن فهمم مثير شغل شكو تجيذبو مليح تجيذبو مليح باش كيني غذاه هذا لستي توليها ولستي يصعب عرف مشاهد اونلاين اوه هاي حيخسن شد فين حبيب روح شوف تي في تقديم قاضي يقضى قاضي يقضى يسمى تليفون هذا يثوى ذمم الغاري 500 وها كل وقاية المدنية عاد والتوسيع ولا إله إلا محمد رسول الله هذا واني تغييني الوقاية المدنية عاد والتوسيع قاضي يقضى التليفون أتجغ أتجغ ومن الهم ما يضحك فهمت مي غادا فتشك ثلاثة ساعاتين ودي حضاع بالاكسجين الوقاية المدنية ذانيتا استغرب ذوانيتا ذوال المهم مغارة ذي خسي ماذا يتسامح مغارة ذي خسي هذا ومين يخسامح مايا وذم مايا وإذا بو ماني غاش عرجيق روح ساجا وماني يزد غاش عرجيق أخو مشكلة قاعد يقضى التليفون قول لي قاعد يقضى التليفون قال لي عاون الله يجيب تيسا وراك بو بوير بان الدي باني دو ماشي والو صافي مهم هذا شارجيق التليفون يمكن هذا شارجيق التليفون ويقي عاد واتيس يلا يا شكرا يكني واتقذون